خطتنا الأخيرة مع الإنجاز بطريقة إبداعية. المصطلح ليس بغريب عن أبناء الشهباء، حلب الشهباء التي هي على موعد دائم مع الحالة الحضارية. رح نتحدث عن أحد أبنائها يلي درس الهندسة المعمارية فيها ووصل للعالمية ورجع لسوريا ليساهم بفكره ومعرفته بمرحلة جديدة، إن شاء الله يا رب مرحلة إعادة الأعمار. بصرنا نرحب اليوم بضيفنا المهندس المعماري مهند باشا. صباح الخير يا مهند، تشرفنا بوجودكم. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. اول شيء استاذ مهند، نحن دائما فخورين بشباب سوريا المميزين المبدعين اللي دائما بيرفعوا اسم بلدهم بالعالي على مستوى العالم، ونحن سعيدين اليوم بوجودك. قبل ما نحكي عن الجوائز بعمر صغير اللي حققتها على مستوى العالم، خلينا نحكي بالبدايه عن دراستك للهندسه المعماريه بحلب. طبعا اول شيء درست الهندسه المعماريه، دخلت طبعا كان الهندسه بدها يكون شخص كرييتيف، بدها يكون شخص عنده ابداع اكثر من التفكير كحفظ، لازم يفكر دائما بمشكله وحلها، وكان عندي حب لهالشيء. طبعا ودخلتها دائما عندي قاعده، انا اذا بدك تنجح بشيء لازم تحب الشيء، فاذا عم تحط 10 ساعات وعم تحط ساعه انت بالطريق الصح، والحمد لله توفقنا باختيارنا كان الهندسه المعماريه. الحمد لله. اكيد دائما مثل ما قلت لازم الواحد يكون بيحب الشيء ليبدع فيه، وانت مو بس ابدعت، انت وصلت للعالميه وحصلت على جائزتين حتقلنا عنهم، واحده من براغ والثانيه من روسيا الاتحاديه. تفضل. الجائزه الاولى كانت لمشروعي التخرج نفسه، قدمت مقترح لجائزه براغ انسبايرلي اووردز، والحمد لله كان داخل اكثر من 5100 وتقريبا 600 شخص، تم اختيارنا نحن بالنهائي وربحنا جائزه فيها على مشروع التخرج. عن شو كان مشروع التخرج؟ مشروع هي اكبر جائزه طلابيه بالعالم. مشروعك انت؟ مشروعي التخرج. كان استثماري باللاذقيه، مدينه سياحيه. حلو. قدمنا المشروع ودراسه السياحه وجذب الاستثمار، طبعا نحن دائما بدنا نجذب الاستثمار لها سوريا مشان عمان ان شاء الله، وكانت هي فكره المشروع. وثاني جائزه قدمتها طبعا كانت بمشروع سكني للجمهوريه الروسيه، قدمنا تريزيني ووردز الجائزه، والحمد لله كمان ربحنا جائزه فيها، وكانت اول جائزه بيربح فيها عربي من تقريبا 15 سنه. ولهيك نحن كثير كثير سعيدين بوجودك، بنقول لك الف مبروك مره ثانيه. خلينا نحكي شو اللي دفعك للمشاركه والوصول للعالميه اليوم، لما نحكي شاب صغير عمرك 25 سنه، اول شاب عربي بيحصل على هي الجائزه بعد 15 سنه فينا نقول غياب للعرب. الجوائز لها دور كبير بالتسويق، يعني اليوم نحن وقتنا نشتغل مشروع او نشتغل خطوط بدنا نورجي للعالم خطوطنا. انا كشاب من سوريا من حلب صعب اوصل لبلدان خارج اطار بلدي. صحيح. اقوى دعايه هي انه تربح مسابقه، وتربح مسابقه بيصل صوتك وبيصل شغلك لكثير ناس. 100%. وقت ربحنا المسابقات وصرنا نقدم شغلنا للسوشيال ميديا وبتعرف تسوقي حالك ويكون شغلك مختلف. الفكره دوما يكون شغلك مميز عن الباقي مشان يتميز عن الباقي، لان في يعني تقريبا كل سنه بيتخرج كثير معماريين كلياتهم بيدخلوا على سوق العمل، خاصه على بيدخلوا على السوشيال ميديا على سوق. صحيح. العمل بقى في تنافس كثير كبير بمصر لحالها، في تقريبا 1.5 مليون مهندس عاطل على العمل بيشتغلوا على الانترنت، تخيل كميه الضغط وكلهم بينزلوا بالاسعار. بدك تتميزي، تميزي بخطوطك، خذي السنه وتميزي بخطوطك وبكون المنافسه اسهل بصير لك. طبعا لازم هالشيء يكون في سعي بالجامعه بايام الجامعه، طبعا هي النقطه واضحه بالشباب انه يكون في سعي ايام الجامعه ويشتغلوا هنا عم يدرسوا بمجال عملهم. نعم. مهند كان معكم ايضا طلاب منافسين عم يسعوا لياخذوا الجوائز، ونحن ايضا كطلاب سوريين بنقول انه نحن مرقتوا بفتره صعبه، درستوا بظروف قاسيه، ما اعرف حلب شو مر عليها، ورغم هذا الشيء اصريت نجحت ووصلت. كان في منافسه، كيف كانت اجواء المنافسه؟ هلا شوف، الشغله الوحيده ساعدتنا كثير كمان، انا بحب اتشكر هي الشغله، اني انا رغم الازمه بسوريا وبحلب خصوصا ورغم الحرب وكانت ايام صعبه، الرئيس دكتور بشار الاسد دكتور مثقف ما سكر الجامعه يوم واحد. انا لو مالي متخرج او مالي مقدم المواد كنت ما وصلت اللي وصلته، ما قدرت اكمل دراستي. صحيح. وهذا الشيء انا كثير يعني بشكر سياده الدكتور. وثاني شيء وقت انا المنافسه الى لذه دوما بخليكي تحفز، اذا في محفز بخلي الثاني يشتغل على حاله، اذا ما في محفز الثاني ما بلاقي سبب. بقى كان دائما في محفز اني بلد مثل منافسه بين بلدان، وبتسمع مثلا بينك وبين تركيا او بينك وبين
اي بلد ثاني بتصير دائما محفز لك تربح، لان دائما وقت بتربح بتصميمك بتميز والناس كلها بتحكي فيه، وطبعا دعايه كبيره، وهذا الشيء اللي كان محفز دائما لي اني اصل للعالميه عن طريق شغلي ما اشتغل حدا. ويمكن الرد الاكبر ضمن الظروف مثل ما قلنا اللي عشناها صعبه طبعاً. خلال الازمه وخلال الحرب، وحلب الشهباء كان لها حصه كبيره من الارهاب اللي حاول يمكن يطفئ منابر العلم، لكن تمت مضيئة بجميع شوارع مو فقط محافظة حلب وسوريا أكمل. اليوم أنت كشاب يمكن هذا الإنجاز رد على هي الأعداء ورد على الظروف الصعبة، ومثل ما قلنا دائما يمكن الألم بيولد الإبداع. كيف فينا نقول جهودك يمكن تستثمر اليوم بمرحلة إعادة الأعمار؟ لأنه نحن عم نحكي عن مش مهارة عادية، دائما الشباب السوري عنده مهارات ومخزون ينافس ويضاهي العالمية. اليوم إعادة أعمار، هلأ نحن عم نعمل مشاريع، هلأ أنا عم بصمم مشاريع خارج بلاد سوريا، عم نحاول نجيب استثمار. انا حلمي طبعا بسوريا، هون نعمل اول ناطحه سحاب بسوريا. ليش؟ دائما ناطحه سحاب هي معلم للبلد. صحيح. بنصير ننقل الصوره، بنصير ننقل الصوره الحلوه عن سوريا الموجوده هلا بالامان. ثاني شغله، اذا بتصير لاند مارك، اذا بتصمم كمعلم برج هون 50 طابق وفوق، بننقل بنجذب الاستثمار لداخل سوريا، بنرجع. وهذا اللي بدنا اياه، نحن نجذب نرجع الاستثمار لداخل سوريا وينصب هالتمويل كلياته بالاقتصاد وينعش الاقتصاد عنا. وثاني شيء، المشاريع اللي تم الحديث فيها، طبعا حكينا باكثر مشروع استثماري هون مقطاع خاص ومقطاع عام هون بالشام، وان شاء الله يا رب انا بتمنى دوما ان يكون اول بصمه الي كمعماري طبعا، مو بس برا، يكون ببلدي ان شاء الله قريبا. تماما، هيدي النقطه كثير اللي بدنا نركز عليها، انه انت رغم تميزك، خلينا نقول تفوقك بدراستك، تعبك، جهدك اللي انت قمت فيه، الا انه نقطة الرجوع هي للوطن او للبلد يلي نحن اللي هي عطتنا، يعني نحن يعني انتوا عن جد بجهدكم وصلتوا، ولكن البلد قدمت لابناء العلم عطتهم، واكيد اللي مثلك بيرجعوا عليها. فقديش المهم هي النقطة انه نحن نستثمر فكرنا ببلدنا، ما ننقله لبرا بس. بالنسبة لي أنا سوريا، من أول ما طلعت فكر بالرجوع فورا، ما كنت أفكر طالع ومالي راجع، لا كنت أفكر طالع. أجتني فرصة واغتنمت الفرصة طبعا، وبعد ما يصير عندي فرص هون رأسا بغتنم الفرصة، عشان هيك أنا رجعت هون فاتح شركتي هلأ كمان بحلب بسوريا إن شاء الله، ونوظف كمان سوريين كمان، نقدر نعطي خبرة لهم. وإن شاء الله أنا دائما برجع بقول أي حلم أي مهندس مين ما سألتي يكون أول بصمة له ببلده. صحيح، دائما حلمنا. وإن شاء الله هلأ بنشوف إلك مشاريع فعلا مثل ما قلت، هلأ عم نقوم يتم دراستها ان كان قطاع عام ولا قطاع خاص ضمن مرحله اعاده الاعمار، لانه بالاخير البلد بيعمرها ابنائها بسواعد ابنائها الى جانب رجال الجيش العربي السوري. بالختام اذا حابب تحكي كلمه اخيره لكل الطلاب اللي عندهم كمان طموح وحلم يكونوا متواجدين على مستوى مو فقط سوريا والوطن العربي، على مستوى العالم. نصيحتي هي نصيحتي بدي احكي عن تجربتي الشخصيه اللي انا استفدت منها. اول نصيحه هي، وبتدخلوا الجامعه دائما اسالوا المتخرج شو عم يعمل، شو راتبه، شو عم يشتغل، شو طلبوا منه. هدول الاسئله ما بنسالها نحن لبين ما نتخرج، وقت ما نتخرج بنصدم بالواقع. صحيح. روحوا ادخلوا سنه اولى، روح اسال المتخرج، بعدين وقت بقول لك انه انا مالي موظف صار لي 6 اشهر عرف في شيء غلط، معناتها لازم تشتغل على حالك وانت بالجامعه. انا بس بتمنى يضيفوا ماده بالجامعه وهي اول سنه هي الحياه العمليه، نطلع بحياه نظريه. ليش؟ ايش بيعلقوا بحلقه؟ بيتخرجوا بروح على الشركه بيقولوا له لازم يكون عندك خبره حتى تشتغل، بس بيقولوا له بدك تشتغل حتى يصير عندك خبره، ما بيعلقوا بهالحلقه الفاضيه هاي مشان يطلعوا منها. انت وقت داخل جامعه اشتغل بمجال عملك وانت عم تدرس، بالعكس بتعطيك خبره عمليه بتحمل ضغط. تصير نحن الضغط عندنا بالعماره جدا مهم، بيكون عندك ستريس ليفل يكون متحكم. صحيح. هذا الشيء كلياته بيساعدك وقت تشتغل مجال عملك، بتتخرج بكون انت الناس تطلبك، تصير ما انت بتروح لعندهم اي فكره، بصير انت بتنطلب. وقت انت بتنطلب بتقرر لا اما تفتح شركتك لا اما تشتغل براتب. نعم. جدا جيد. نعم. الله يوفقهم جميعا. يوفقك كمان لك، وان شاء الله هيك يا رب هيك بنلتقى معك باول مشروع بالبلد، بلدنا الغالي سوريا. ان شاء الله يا رب.
تسلم يا رب. شكرا لك المهندس المعماري مهند باشا على وجودك معنا. بدنا نقول لك الف مبروك مره ثانيه على الجوائز العالميه اللي حصلت عليها ورفعت اسم سوريا عاليا، ودائما الشباب السوري له حصه خاصه بصباحنا غير، وضمن يمكن الامكانيات الموجوده عم يحقق نجاحات واسعه على مستوى العالم. شكرا كثير لك. شكرا كلكم، يا رب تسلموا.